بسم الله الرحمن الرحيم. أتيت القبور فناديتها أين المعظم والمحتقر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ أما لك فيما مضى معتبر؟ فنسأل الله جل وعلا أحبة في الله أن يجعلنا من المتقين. إذا حافظنا على التقوى وتمسكنا بالتقوى وكنا في هذه الدنيا من المتقين، أبشر يا عبد الله إنك من أهل الجنة. قال جل وعلا: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. يا من حافظت على التقوى وتمسكت بالتقوى فأبشر يا عبد الله بأن الله عز وجل يتقبل منك اليسير من الأعمال. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري.